الصيغ الاخرى نتاع لعب الاولاد نتاع العسكر، العسكر عباره عن اولاد عندهم شنبات، هذا حد عقولهم في مستوى ممكن ولد عمره 13 عام، ويظن انه مقبول انك انت تطلع على دبابه في وسط شوارع المدينه وتدير انقلاب وتعلن انك انت منقذ البلاد، وتريد الناس ان يصدقوا ذلك، تريد الناس ان يصدقوا هذا العمل، او تطلع لي من برقل عند طرابلس اقول لبيك طرابلس على اساس انك انت تبي تنقذ طرابلس من براثين الارهاب. البرلمان في طبرق ارادوا ان هم يجهضوا الديمقراطيه عن طريق الغاء دور الاحزاب في الانتخابات، وان الانتخابات ياتوها شراذم فرديين مثل الشراذم التي نراها الان موجوده في هذه المؤسسات. يعني معقوله تو دغيم والميهوب والهني هذول يفهموا في الديمقراطيه باش تعبوا عليهم يديروا لكم قانون ديمقراطي؟ صعب. من اشوفه في الجماعه واحد طاير في الطيارة مرة يحرث ومرة والآخر على البشكليتة، يا جماعة شوفوا لنا موضوع الدولة والآخر طالع لي مع العويلة، هذين كلهم كويسات، لكن هل تظن أنك أنت تطلع بس تسوق في بشكليتة ولا راكب لي في طيارة ولا تحرث على تراتوري ولا تميز على تراتوري حتى تحرث، أن هذا هو المطلوب؟ يعني هذا كافي لخلق كاريزما لك عند الليبيين باش يقولوا ما شاء الله متواضع، ما شاء الله والله كويس. نريد أن نغرس بدون شك جذور الديمقراطية، فنحن نعتبر اليوم الآباء المؤسسون للديمقراطية خلال تاريخ طويل عريض تم إفساد الحياة السياسية بالاستيلاء على السلطة بالقوة ثم تحويلها إلى جبرية